دعونا نصلي. يا أبانا نحن نشكرك لأجل كلماتك التي تطمئن قلوبنا، أنك تمسك بيدنا اليمنى، لذلك فلا نخاف حتى لو اضطربت الجبال وانقلبت الجبال في وسط البحار، لكنك أنت معنا، وهذا وعدك أنك معنا كل أيام حياتنا وإلى انقضاء الدهر. نحن نسكن قلوبنا كفطيم نحو أمه، أعطنا في قلوبنا سلام، وأعطنا في قلوبنا طمأنينة، وهبنا أن نتكل بالتمام على النعمة التي يؤتى بها عند استعلان يسوع المسيح. باركنا ككنيسة، واقبل تسبحنا وعبدنا كأولادك، كنيستك التي فديتها بدمك. إكراما لمن أحبنا يسوع، لك فيه والكنيسة كل سجود. آمين. سر حياتنا ده هو يسوع، هو سر اطمئناننا، هو ملجأنا، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمة وهو الله، وهو بروحه أعطانا حياة. نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفك نجاة، وصرنا سفينة في يد أمينة. والمركب ما مش بتمشي في الشارع، يعني لازم المركب تمشي في البحر، في المية، ما لهاش حل يعني. صرنا سفينة في يد أمينة، تعلى الموجة ونعلى معاه، عين تحرسنا وإيد توسينا، وهيعدينا لحد السماء. مهما الغربة تبالينا صعبة، هترسى المركب وهنلقاه. سر حياتنا هذا هو النهر الذي يفرح مدينة الله. سر حياتنا هذا هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه أعطانا حياة. تيمة رقم 611. البحر نين حبه يبين، إن صليبه ده كان تكفي، عن خطايانا مات وفدانا، نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه أعطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه أعطانا حياة. وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو، وجالنا ألف وعود وإني وجود، تملي معانا أمل وسلام. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه أعطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح وعطانا حياة. نادى علينا وبقى لنا مينا ومرسى وشط وفلك نجاة، صرنا سفينة في يد أمينة، تعلى الهودة ونعلى معاه. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه أعطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه أعطانا حياة. عند حرسنا وإيد وسينا، هيعدينا لحد سما. مهما الغربة تبلينا صعبة، ترسل المركب وهنلقاها.
سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. وقال داود في العدد الأخير من مزمور 59: أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك، لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي، يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجئي، إله رحمتي. دكتور غرغور، تفضل. نشكر الرب لأجل محبته وعنايته. اليوم الأخ الحبيب إرميا مو معنا، وقلبنا بيرتفع بالصلاة لهالعائلة المباركة. أخونا الأخ إرميا انتقل للمجد منير، وبنصلي اليوم حتى الرب يعزي الجميع ويكون معهم ويباركهم. كان دائما الأخ إرميا يجيب لي أنينة مي، بقال استفقتها اليوم حبيبي، تذكرت كمان بأنينة المي. بقى إذا حدا بيجيب لي إياها بيكون من أعطى أحد ها الصغار كأس ماء باسمي، الحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. نشكر رب لهي الفرصة نكون يسلم. أنا جبتها معي بس قلت حتى ما تعدوا علينا، بس هي باردة كمان، كاسة ماءين باردة هي. فعلا اليوم بنعمة الرب لح نتأمل بموضوع عزيز على قلبي، وأرجو يكون كمان على عزيز على قلوبكم. أركضوا لكي تنالوا. وبعد ما نقرأ من كلمة الرب راح لكم كيف حتى الرب أدني لها التأمل اليوم حتى شارككم فيه. بقى ياريت تفتح الكتاب المقدس على كورنثوس الأولى الإصحاح التاسع. وياريت نوقف كمان، الرب يباركوا الأخ الحبيب عصام، خلانا قاعدين كل الوقت بقى لازم نوقف شوي نسمع على كلمة الرب احترام نحن واقفين. نفتح على كورنثوس الأولى 9، بعدين رح نرجع ننتقل لعبرانية 12. خلينا نبتدي بكورنثوس الأولى 9 24-27. نشكر رب، نسمع على كلمة الرب. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا أكليلا يفنى، وأما نحن فأكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن يقين، عن غير يقين. هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. وبنقلب لعبرانيين بالصفحة 366 بالعهد الجديد، عبرانيين 12 من 1-6. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد، يعني الركض الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجد كل ابن يقبله. نصلي. أيها القدوس البار، نشكرك لأجل هذه الكلمة الحية الفعالة، والتي أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس والمخاخ والعظام، مميزة لأفكار القلب ونياته. نحن يا رب حاجة ماسة إلى روحك القدوس يفسرها لنا في هذا اليوم. أرجوك أن تعين ضعف عبدك، لأنه من هو كفؤ لهذه الأمور، لكن كفايتنا هي فيك أيها الرب القدوس البار. أعطي كلماتي، أعطي أفكار قلبي أن تكون مرضية أمامك، وأن يفصل عبدك كلمة الحق بالاستقامة.
أعطي إخوتي وأخواتي استماعا من كل القلب، افتح العيون وافتح الأذهان وافتح القلوب، وأعطينا أن نتجاوب مع كلمتك ونسمع ما يقوله الروح القدس لكنيستك في هذا اليوم، باسم يسوع ولك كل المجد، آمين. تفضلوا ارتاحوا يا أحبة. من كم يوم طلب ابني دانيال مني نتفرج على موفي توجذر، على فيلم مع بعض. كل مرة بيطلب معي كتير صعب، لأنه ما في أفلام كتير يلي بحب أتفرج عليها. إذا عنف ما بحبها، وإذا خيالي يعني شو بيسموها هذا فيكشن يعني كمان ما بحبه، وإشياء كتير ما بحبها. صعب بيرضي لي الوالد بذوقه، بس هالمرة اقتنع معي إنه لازم نتفرج على فيلم اسمه مركبات من نار، Chariots of Fire. ما بعرف كم واحد فيكم حضروه هذا الفيلم. لا لازم بعد هلا أنا عم بعمل له دعاية للفيلم، معليش. لا لازم كلكم تحضروه. ما بعرف إذا صار في له ترجمة بالعربي، بس راح أحكيكم قصته هذا الفيلم. وقعدنا أنا وحبيبي داني هلك مع بعض وتفرجنا، ويا يا سلام شو في دروس روحية حلوة هذا الفيلم. مشان هيك بدي اليوم ما أحكي لكم عن كل الفيلم، بس هو آدي لموضوع الركض اليوم، لأنه هذا الفيلم بيحكي على شاب حباب بيحب يسوع اسمه إريك ليدل. هذا فيلم حقيقي، قلت لكم أنا الفيكشن والهذا الخيال ما بحبه، أشياء الخيال. هذا عاش بسكوتلندا، وسنة 1924 راح على فرنسا حتى يركض ويمثل بريطانيا العظمى بسبب الركض، بالجري بالركض، وربح بطولة العالم وأخذ الميدالية الذهبية. لكن الحلو أنه كان بيحب يسوع كتير وعطى المجد ليسوع. بقى اليوم لما أخذت هالفكرة هاي لاحظت أنه موضوع مهم لنا. بالأسابيع الماضية التنتين رب باركنا بقديسين حلوين، متكلمين مباركين، خدام الله الأمنة، يلي حكونا عن أشخاص أبطال إيمان، دانيال وداود، وحكونا على الأماني في خدمة الرب وحياة العدم أنانية، حياة التكريس للرب. واليوم بده ويانا الرب نتأمل بهالسبق، بهالركض، بهالجري يلي قدامنا. حياة الإيمان مو مثل ما قال الحبيب ديك الأسبوع، مو تجدد وتمدد وارتاح وقعد ينبسط ويفرح. نشكر الرب عنا فرح في الرب. حياة الإيمان جهاد، مو جهاد الأشرار يلي بنسمع فيه بالأيام، لكن جهاد الأبرار، جهاد القديسين، سبق روحي. وبولس الرسول لما كتب لأهل كورنثوس كتب لهم عن هذا السبق، لأنه كانوا يونان، كورنثوس باليونان. وهي الألعاب الأولمبية وين ابتدت؟ جبل أولمبيا، ما هيك؟ أولمبيك، أولمبيك من جبل أولمبيا باليونان كمان. كتب لهم بيقول لهم شوفوا يا جماعة، ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحد يأخذ الجعال الإكليل. فعلا كانوا عم يردوا كلهم، لكن أسرع واحد فيهم كان مين؟ هذا إريك ليدل المؤمن. شوف يا أحبة، بولس عم يكتب لنا هالشي حتى أرجينا أنه هذا الركض الروحي مهم جدا. حياة الخدمة حياة ركض وجهاد وسبق، لكن في فرق كتير بين سبقنا نحن كمؤمنين وسبق أهل العالم. سبق أهل العالم بيتنافسوا حتى يكون مين أشطر ومين أفضل ومين أحلى ومين أغنى ومين أشهر، لكن رب يسوع لا بيقول لا يكن بينكم هكذا. في العالم الناس بتحب تسود، لكن فيكم اللي بريد يكون عظيم وأول يكون خادم إلكم. اليوم هذا السبق يا أحبة نتأمل فيه مو على أساس مسابقة مين الأشطر ومين الأفضل ومين الأحصان ومين الأغنى، مو سبق أكاليل أرضية عم بيقول هون. لا يا أحبة، وبالعالم بيركضوا كلهم بس واحد رح يطلع له هالميدالية الذهبية، لكن نحن يا أحبة كل مؤمن ومؤمنة عنا هذا الوعد إنه الرب يعطينا الميدالية، يعطينا نربح، لأنه بيقول هون هكذا أركضوا لكي تنالوا. مو أركض على الفاضي ومو أركض أخسر، لا، الرب بيقول لا أركضوا حتى تنالوا تربحوا. لكن رح نشوف اليوم كيف فينا نركض بشكل إنه نربح روحيا، ننتهي بالسبق مظبوط. هذا السبق بينتهي بالحياة الأبدية بالسماء، بالمجد السماوي، بالحياة الأبدية، مو بالأرض، لأنه هذه رحلة الأرض رحلة مؤقتة. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، هذه رحلة مؤقتة يا أحبة.
بقى أول شيء رح نشوف اليوم يا أحبة بهذا السبق شروطه، لأنه الرب بيقول هم بالكلمة بيقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. في قوانين للسبق، ياما في أشخاص ركضوا اكتشفوا بعد الركض والسبق أنه كانوا أخذين إيش أدوية، هذه دراجز بيسموها اللي بتقوي الجسم، وطلعوا شو أخذوا منهم الميدالية الذهبية، في واحدة بدالس أو بفورتورت واحدة أمريكانية هيك أخذوا منها الميدالية، إجوا شلعوها يا الميدالية وراح كل شيء. وهذا في واحد كمان للأسف هدول بتكساس، لانس أرمسترونغ اللي كان تبع البسكليتات، تعرفوا هذا اللي على البسكليتات على البايسيكلز، شلحوا كل الميداليات كمان بعد كل هالسنين. شوف شو صار فيه، بيقول صار مرفوض راح كل شيء. ليه؟ لأنه غش غش. يوم الرب بيقول لا، نحن كمؤمنين ومؤمنات في قواعد في قوانين في أصول إلهية، الرب عطانا ترتيب كيف نركض، واليوم راح نتأمل فيها حتى يكون شيء مظبوط. بولس بيكتب له لتيموثاوس بيقول له شوف يا تيموثاوس، أنت عم بتركض وعم بتسابق، قال ينبغي أنه أيضا إن كان أحد يجاهد، هذا قلت لكم هذا جهاد الإيمان السبق الروحي، هذا الركض الروحي، لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. فأول شيء بهذا السبق، قانون السبق هو التكريس للرب يسوع. هلا واحد إذا بده يجي يركض هذا السبق لازم يحط يكون من كل قلبه ناوي يركض. إذا هذا إجا إريك لعند اللجنة الأولمبية، بتعرفوا في واحد شاب الكنيسة بعرفه اسمه رايان، كل سنة بيحاول حرام إنه يروح على هذه الأولمبيك جيمز، ما بيزبط لأنه ما بيختاروه. بس إذا واحد بده يروح ويركض فعلا لازم يكون مكرس تماما، مو رجل لقدام ورجل لورا. هل كرست حياتك للمسيح؟ هل كرستي حياتك للمسيح؟ هل طلبت الرب؟ هذا الركض بس للمؤمنين اللي عم نحكي فيه. بالمناسبة بدي أقول لكم في فكرة، كل الناس عم تركض، بس ناس بتركض للشر وناس بتركض للبر، ناس بتركض مع المسيح وناس بتركض ضد المسيح، ناس بتركض للخلاعة وناس بتركض لمجد يسوع ولخدمة النفوس وللبر وللتقوى. بتقول يا أخ عماد وين هذه العبارة؟ برسالة بطرس بيقول يا أحبة هذه أيامات الشر والفسا والدعارة، وحتى ما حدا يقول يعني هذه بس بعض الناس هيك، قال المنادمات والبطر. تعرف شو يعني المنادمات والبطر؟ الحفلات والسهرات والاجتماعيات. تعرفوا معلش خليني يكون صريح معكم، مرات هذه بتكون غلط لأنه منشغلين بالاجتماعيات وبالعشويات وبالأكليات، ولكن تعرفوا الصراحة يسوع مو موجود بهي الحفلات أغلب الوقت. بيقول كفاكم هذه كلها الأيامات اللي كانت أكل وشرب ونأكل ونشرب لأننا غدا نموت. أنتوا كنتوا هيك أول، بس بطرس بيقول لا لا، لازم قال كفى هذا الزمان. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. هذا أول شيء. في برومية عدد حلو بولس بيقول لألكم كيف بيبتدي هذا الركض الحلو. إذا بك تركض مع يسوع وتخدم يسوع من كل قلبك وتربح الجائزة بالأخير وتسمع هالصوت الحلو، نعم لك أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير. أول شيء بيقول أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة لله عبادتكم العقلية. هذا أول شيء. هذا بيصير بعد التوبة والإيمان. هل سلمت حياتك للمسيح؟ هل سلمت حياتك للمسيح؟ هل تبت عن خطاياك؟ هل أجيت للرب يسوع قلت له يا رب سامحني واغفر لي خطاياي؟ قال شوف شو أشوف شو بيقول إريك، هذا إريك لدى الحباب، بيقول بتسألني إنه إذا في شيء وصفة هيك خاصة للربح بالسبق، بس لا لكم أنا الوصفة تبعي شو هي. قال الوصفة تبعية مثل ما بيقول الرب، قال ملكوت الله في داخلكم، المسيح بيصير بقلبك لما بتآمن. قال والرب قال تطلبونني فتجنونني. هذا بالفيلم يا جماعة، مو عم بألفه أنا من عندي، بتروحوا تسمعوا الفيلم، أنا لا يعني لازم تحضروه كله. بيقول الرب وعد وقال تطلبونني فتجدونني. هل طلبت الرب؟ هل طلبت الرب؟ قال بعدين بدي لكم السر، قال كرس حياتك للمسيح، سلم حياتك للمسيح بتربح. كرسها وضلك مكرسها وضلك تابع المسيح،
تابعوا تابعوا للرب. ثاني شيء أحبه مهم جدا بهذا الموضوع هو حياة القداسة، حياة البر. هذا بسفر العبرانيين عم بينبهنا. هلأ هذا سفر العبرانيين، نحن بالأسابيع الماضية لما كانوا الإخوة الأحبة هون الأخ ماهر والأخ يوسف وقفنا عند الأبطال الإيمان، لكن بإصحاح 12 بيقول هلأ شفتوهم هدول الأبطال الإيمان، سمعتوا عنهم وقريتوا عنهم، سحابة من الشهود. شو عم بيشوفوا هدول بالسماء؟ عم بيشوفوا بيراقبوا. اللي بالسماء بيعرفوا شو عم بيصير بالأرض، اللي بالسماء بيعرفوا شو عم بيصير لأنه بيصير عنده معرفة كبيرة للواحد بالسماء. عم بيشوفوا بيراقبوا سحابة من الشهود مقدار هذه المحيطة بنا. لازم ننتبه لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. هلأ شفت شي واحد عم يركض حامل باك باك، هذه شو بسموها الشنتاية هاي؟ شفتوا شي واحد عم يركض بالسباق الأولمبيك حامل شنتة جايب الأكل الغداء معه والشنتة وهيك حططها؟ ولا شفتوا واحد هيك لابس جاكيت طويلة وكبير؟ لا، بيخففوا قد ما فيهم لبس. ليه؟ لأنه حتى ما يكون في تقل، حتى ما يجرب التقل. وياما نحن هيك حاملين أتقال. أكبر تقل هو تقل الخطية. مشان هيك الرب بيقول اعترف للرب بخطيتك، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا في كل اسم. يا أحبة، روحيا ما فينا نخدم الرب، ما فينا نعيش للرب إذا في خطية. مشان هيك اليوم بقول لك، هل قلت له يا رب سامحني على خطايا؟ هل في خطية بحياتك؟ اليوم نجي للرب نقول له اعترفنا بخطايانا، بيقول يسوع بيسامحنا، دم يسوع لأنه هو مات من أجلنا بيطهرنا من كل خطية. الكل ثقل، هذه أثقال هموم الحياة بتشغلنا، لازم نركض بدون ما نكون منشغلين بأمور الحياة. شوف يقول بعدد 4 بعبرانيين، شوف هذا الجهاد مقدس يا أحبة، هذا جهاد مو ضد البشر، هذا جهاد ضد الخطية. بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد إيش؟ ضد الخطية، ضد الشر. بدنا نكرهها للخطية، بدنا نتركها للخطية، بدنا نحاربها في أجسادنا، بدنا نقمع أقمع جسدي واستعبده هاي الشهوات والامور. بتقول لا لا لا، بيقول ايوب، بيقول حلفت لعيني ان لا اتطلع في عذراء، يعني اقعد اشتيها، بدي دير بالي. في ترنيمه حلوه للاطفال بتقول يا عيني ديري بالك شايفه ايه، يا ايدي ديري بالك شايفه ايه. ايه لا، بعدين بيقول يوجد اله عطوف شايف كل الظروف، دير بالنا نعرف شو صاير. هذا شيء مهم. ثالث شيء أحبه، هلا أول شيء شفنا الحياة المقدسة، أول شيء الحياة المكرسة، بعدين الحياة المقدسة وطاهرة للرب، لأنه بدون هذا ما في بركة. لأنه هذه الركض، هذا ركض قلنا قبل شوي، هذا ركض مع المسيح، والمسيح هو بقلوبنا بقوينا. من وين القوة؟ قال بتجي القوة بالإيمان بالرب، الإيمان من الرب يسوع. وهذا شيء الثاني المهم جدا. مشان هيك يا أحبه بدنا ندير بالنا إنه نطرح كل ثقل وكل خطية ونركض بأمانة للرب. ثالث شيء، ليش عم يركض الواحد؟ كان في واحد بهذه الموفي اسمه هارولد إب أبراهام. هارولد هذا كان كمان عم يركض، كمان يمثل ببريطانيا، كان يمثل بريطانيا. قال هذا هارولد ما كان مؤمن، بس قال بيقول أنا يعني هلأ معقولة أنه مشان هالعشرين ثانية، أنا كل هالتعب وكل هالجهد، أنه مشان هالعشرين ثانية من ركض كل حياتي بتتمثل بهالعشرين ثانية؟ يعني أنه معقولة يعني في شيء غلط بالموضوع؟ يا أحبة، الحياة مو كلها ركض على الفاضي هيك، لأنه الرب خلقنا لمجد اسمه. شوف شو بيقلها لأخته جيني، اسمها أخته، بيقلها إريك لجيني، بيقلها جيني أنا بعرف أنه الرب خلقني لغرض، هو أني روح على الصين وبشر بالمسيح هنيك. بس بيقلها لجيني، بيقلها بس تعرفي أنا الرب كمان عملني سريع، خلقني أني سريع، يعني بركض بسرعة، عملني سريع. قال حتى اركض ومجد اسمه بالركض. قالها لأخته، شوف شو حلو هالكلام، قالها قال لما بركض أنا بحس مسرة الرب فيي وسروره فيي. لما بركض بحس إنه الرب رضيان علي. حبيت أنا هذا التعبير. صلاة قلبي إنه كل واحد وكل واحد فينا بشغله بعمله يلي الرب عطايا وبخدمته كمان، يقول أنا لما بخدم بالطب أنا بحس مسرته فيي. أنا كأم لما بدير بالي على أولادي وبهتم فيهم وبتعب معهم، أنا بحس إنه الرب مسرور فيي. شو الرب عطيك تعمل؟ خلي الرب يكون مسرور، تحس إنه الرب مسرور فيي وأنا بعمل لمجد اسمه. لأنه يا أحبة إذا الغاية هي مجدي الشخصي، الرب بيسحب بركته من الموضوع. الرب
غيور، رب غيور بيسحب بركة الموضوع، لأنه إذا بنطلع بالرب بيقول إني لمجدي قد خلقتك، قال وأنا مجدي لا أعطيه لآخر. عشان هيك يا أحبة نحن بنطلع بيسوع، بيقول هون ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، لأنه يا رب كرمال اسمك. في عدد حلو بالكتاب بيقول إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا، يعني هاي كلمة تفعلون شيئا يعني بكل حياتنا بكل أيامنا نفعل كل شيء لمجد الله. تعرفوا لمجد الله يعني حتى تظهر صفات الله الحلوة فينا، حتى بأعمالنا يكون أحسن شيء ممكن. قال كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بكل قوتك. قال مو مثل بالخفاء. تعرفوا للأسف في هالأيام في ناس كتير يعني صراحة بيظلموا الشغل تبعهم، بيفتخروا إنه الشغل لعب، بيفتخروا إنه أنا شغلي كتير سهل سهل. لما كنت ببيتسبرغ نقلت على شغل جديد وحطوني مسؤول بالقسم تبعي، كان اللي قبلي قضي الوقت يقرأ جرايد بالمكتب، قالوا لي قاعد يقرأ جرايد والشغل طبعا ما عم يكبر ليه لأنه قاعد يقرأ جرايد بدل ما يحط مقالات هو بالجريدة اللي عن الشغل، يعني يعمل دعاية للشغل، يروح يزبط الشغل، يجيب المرضى، قاعد قال ما في مرضى، قاعد بيقرأ جرايد. أنا بقول لكم إذا بشتغل عند دكتور عصام تاني أسبوع بيكون طار هذا، وفعلا هيك طيروا وحطوني محله أنا. ليه؟ لأنه عم يلعب. لكن يا أحبة يلي بيركض لمجد يسوع بمجد يسوع في ركضه، بمجد يسوع في ركضه. الرب يعطينا أن تكون غايتنا صحيحة. هلأ صاروا ثلاث شغلات شفناه هون، هلأ لازم ننتقل للشيء الرابع. هلأ هذا اللي يركض يا أحبة لازم هذا اللي بيركض يتمرن. قال بيقول له بولس الرسول لتيموثاوس انه روض نفسك ايش للتقوى. يعني انا هذه النقطه الضعيفه فيي انه ماني رياضي، شايفين كيف بقى؟ مشان هيك اليوم عم بحكي عن الركض الروحي حتى تعرفوا، يعني انه ما عم بحكي عن الركض الجسدي، لانه حدا راح يقول يا اخي مات انت ما فيك تركض 50 متر، بتوقع بتجيبوا الامبولانس لما بتركض 50 متر بنجيب لك الامبولانس، لانه انا ما عندي هالمهاره الركض. بس لما كنت صغير كنت شاطر بالجولار، هذا شو بسموه جولي، لانه ما في درك الجولار، بس كان دائما يحطوني بالكره القدم جولار لانه ما بعرف اركض منيح. بقى المهم بولس بيقول له لتيموثاوس، شوف حبيبي بتحب الرياضة، لك على عيني وراسي الفتنس بليس ومدري شو اسمه اللايف تايم فتنس، على عيني وراسي حبيبي بتحب الرياضة، لك ايه حلو برافو عليك، ايه بس ايه ما تزودها يا تيموثاوس. شوف شو بيقول له روض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. شو بتكون أحلى منه هذا بولس؟ بقول له حبيبي بس تروح على الرياضة خذني معك، حلو بتفيد، بس خلينا نقضي وقت أكتر بالصلاة، نقضي وقت أكتر بكلمة الرب، نقضي وقت أكتر بخدمة النفوس، نقضي وقت أكتر بالشركة مع الله حتى تحضر حالك روحيا. هلأ بتفكروا هدول اللي بدهم يربحوا الأولمبيك بديروا بالهم على أكلهم ولا لا؟ كان معي واحد شاب بالريزيدنت، يعني شاب عم يعمل اختصاص أعصاب معنا، اسمه دكتور توماس، كان تعرفوا كان بيحب يركض الماراثونز، هدول الماراثونز، وهيك شاب رياضي. حكالي مرة أنه عنده هو عاملها دايت خصوصي يلي بيحضرها قبل بشهر شهرين من الماراثون، كيف بياكل أكل خصوصي وبيشرب شرب خصوصي وبيدير باله وهو عم يركض كيف لازم كمان يدير باله على السوائل. قدي أهم روحيا يا أحبة ندير بالنا، هل أنت مجوع نفسك ومعطش نفسك لأنه ما محضر حالك للركض يا أحبة؟ قال بالكتاب المقدس بقول إذا كنت بأرض السلام منبطح وهيك كيف بدك تروح تباري الخيل؟ يعني لا أشرح لكم يا هاي، إذا ما بنحضر حالنا بالأيام السهلة كيف لما بتجي الأيام الصعبة رح نكون مستعدين؟ كيف؟ في سبق، في ركض، في جهد، في تعب الرب يعطينا. عم نقضي وقت بالكلمة كل يوم، عم نقضي وقت بالصلاة، عم نقضي وقت بالشركة مع يسوع، عم نخدم. بتعرفوا مشكلة كبيرة باللي بيجوا لعندي المرضى اللي بيقولك أنا تعبان وبدوخ ومالي قوة، مشكلتهم أنه ما استعملوا العضلات تبعهم لفترة وبيصير عندهم نوع من ما بعرف بالعربي كيف رح ترجمها، دي كونديشن يعني اوت اوف شيب، يعني جسمهم مو بصحة جيدة، ما قادرين يركضوا ولا قادرين لأنه بتضعف العضلات، بيضعف الجسم، بيضعف جريان الدم. الرياضة بتنشط،
بس نفس الشيء روحيا لازم يكون عندنا نشاط روحي للرب ونخدم الرب ونعيش لإله ونقرب الكلمة ونخدم. هذا مهم جدا. هذا الموضوع روض نفسك للتقوى، نقضي وقت مع الرب. خامس شيء يا أحبة، هذه نقطة مهمة جدا، ناظرين إلى رئيس الإيمان يسوع. في شغلة حلوة بالسبق، بيقول له المدرب لهذا هيرود المدرب تبعه، بيقول له شوف لهيرود، بيقول له هيرود شوف لما عم تركض ما تضلك حاطط عينيك لليمين وشمال لأنه رح تخسر، لأنه كل لحظة من الثانية بتفرق. ما هو كله هذا المئة متر 20 ثانية تقريبا، يعني الركض كله كم ثانية. بقى لما تطلع هيك وبتطلع هيك احذر شو بصير فيك، بتتفركش وبتوقع وغيرك بيسبقك. عم بيقول له دير بالك، خلي عينك لقدام. اليوم أنا جاي عم حضر، قلت يا سلام هذا تبع كاتب الأمثال، كأنه مدرب فريق ركض، بسمون تراك أند فيلد، دول مدرب فريق ركض، لأنه حاطط بباله بالضبط كيف الواحد لازم يركض. شوفوا أحلى هالوصف لكيف الواحد لازم يركض، يخلي عينه لقدام. قال لي تنظر عيناك، أنا بأمثال 4:25، قال لي تنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما، مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنى ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. واو شو حلو. تعرفوا بالسبق بيحطوا لهم خطين، واحد لازم يمشي بالخط تبعه، واذا طلع عن الخط تبعه بيخسر، لازم يضل ماشي وين بالخط اللي حاطين له اياه بالسبق. الرب عم بيقول خلي عيونك على يسوع، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. خلي عيونك على كلمة الرب، هو أحسن توجيه وأحسن خط لك. امشي بطريق الرب، امشي بخطة الرب، باعد رجلك عن الشر، امتنعوا عن كل ما هو شبه شر. في أصول وفي قواعد لركضنا الروحي وبالخدمة الروحية وبحياتنا اليومية وبعملنا وبشغلنا بدنا نمشي بحسب كلمة الرب، ونخلي عيوننا على يسوع لأنه هو أعظم من فاز بالسبق، لأنه ركض هذا الركض وقال بالأخير قد أكمل، وبانتصار انتصر على الصليب. شوف شو بيقول كاتب العبرانيين يا أحبة، لما بيكون عندي فحص دم مرات بتعرف الواحد بيضطر ياخذوا له دم ويفحصوه، هذه بتعزيني هاي الفكرة أنه تطلع على يسوع، لأني أنا بكره هذه الشغلة تبع فحص الدم، بكرهها إيه؟ لأنه بتوجع. قال شوف شو بيقول هو، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. شوفوا شو بعدها بيقول، قال فكروا في ليسوع، في ضيقات، في ألام، في عذاب، في إهانات، في اضطهادات، في عذاب، تفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسهم. بس الفكر بيسوع وبمحبة يسوع وبصليب يسوع وبموت يسوع وبعذاب يسوع مشاني ومشانك بيعطي قوة بالقلب ونشاط، وبيرفع النفس لفوق، وما بيغيب الواحد عن وعيه وبيدوخ. عم نتفكر بيسوع اليوم، عم تفكر بيسوع قديش حبك، قديش حبك، مات مشانك، مات مشانك، تعال عنده اليوم، تعال عنده اليوم، تعال عنده اليوم. شوف بإشعياء شو بيقول بإشعياء 40. قلت لكم يمكن من مرة بالخدمات الماضية إنه أنا بحب شغلة هدول شو بسموها الإغماء بالفينتينج، يعني الإغماء، ما هيك يعني نوع من اختصاصي، هذا صار عندي خبرة فيه، لأنه كتير صعب الواحد لما بيغمى عليه، بس قبل ما يغمى عليه بيروح القوة من جسمه، بيقول لك أنا راحت عندي كل القوة. ما بعرف إذا حدا فيكم غمى عليه صار بحياته عنده إغماء، بس شائع الشغلة، بتلاقي الواحد رح يفرط، ما عنده قوة، رجليه بتضعف، جسمه ما في له حيل، ما في دم رايح على راسه، بصير يرجف، قلبه بيك مثل ما بيقول بيغيب فيه، ما بعد عنده حيل، وتلاقي لك يا بيفرط وبيقع. قلت لكم مثل كأنه مات بس بيقوم، لما بيغيب الواحد عن وعيه مثل كأنه مات، بس الفرق بين الإغماء والموت واحد بيقوم هلأ والتاني بيموت بيقوم بعدين بالقيامة، الفرق بيناتهم. بإشعياء 40 شوفوا الرب بيحكي عن الإغماء هون، المجد لاسمه يسوع، عملي جدا، الرب عملي جدا. قال بإشعياء 40 بيقول يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، يعني أنا وصلت معي للأخير ما في قوة. شوف شو حلو هالكلام،
الغلمان يعني هدول المراهقين اللي معالجهم أنا وغيري مش من الدكاترة هون، المراهقين قال يعيون ويتعبون، ما نعتب على حالنا نحن الختيارية يعني الكبار بالسن، إذا الغلمان يعيون ويتعبون ما نعتب على حالنا نحن اللي شوي تقدمنا بالعمر، والفتيان لسه هدول اليونجر يعني يتعثرون تعثرا. قال وأما منتظروا الرب، اسمعها الحلوة الكلمة، شو يجددون قوة. قال شو بعدين؟ يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. طيب ليش ما حط يمشون بعدين يركضون؟ مو لازم أول شيء الواحد بيمشي بعدين بيركض ما هيك؟ لا لكم ليش؟ يمكن صعب السؤال شوي، لأنه عادة هذا الإغماء بيصير بعد ما واحد يركض كتير، هو عم يمشي بعد ما يركض بيغمى عليه لأنه فرط قوته راح قوته، شايفين هيك بصير. شوف ترتيب ربنا يعني واضح كتير ترتيبه. رب يعطينا ننتظره، شو يعني ننتظره؟ نتكل عليه، نحبه ونسلم أمرنا إله، ننتظره ونحبه وناظرين إلى رئيس الإيمان يسوع ونحبه، نوثق فيه نوثق فيه، نصدقه نتكل عليه نسلمه أمرنا. قديش حلو. في نقطة سادسة يا أحبة وهي مهمة كتير، هذا حرام المسكين هذا إيريك ببداية كانوا عم يعملوا مثل شو بيسمونه دول مسابقات تأهيلية، عم نحكي لكم عنه هذا الشاب إيريك، عم واحد فرنساوي من اللي عم يتسابقوا وعم يأهلوا دفشوا ببداية السباق. بتعرفوا هاي صغر كتير بالسباق بصير هيك بيطحش بيكسح عليه شوي هيك حتى يوقعوا أو هاي بيوقعوهم، بس حتى بيعملوها بشكل إنه ما حدا بيشوف يعني بتعرفوا يعني بيخبوها. دفشوا قام وقع ببداية السباق، يشو حلو المنظر إنه قام على رجليه وبن كل قوته بكل جهده صار يركض. أنا نسيت لكم إنه هذا إيريك بيقولوا عنه إنه بيركض يعني هيك تعبير البشر بيقولوا قال بيركض مثل الحيوان لأنه بعيد عنه يعني، بس إنه بيقولوا لأنه ركضه غلط. أنا فكرت فيها أضارب كأنني لا أضارب الهواء. هلا أنا قالوا لي قال بالركض لازم الواحد يركض وهو هيك ماشي جالس، مو هيك لازم هيك، بس هذا إيريك بيركض ركضه هيك من كل قلبه ركض وربح السباق. شوف يا أحبة في منافسات بتصير مرات بالخدمة، وفي غيرة بتصير، وفي ناس بتتنافس على إنه ناخذ الناس هدول مثل بياخذوا الغنمات، هذا بياخذ غنمات هاد، أو هيك بصير منافسة بالخدمة. في مرات بصير مو بياخذوا له غنماته للتاني بياخذوا له تعبه يعني بياخذوا الكريدت. أنا ما عرفت لها كلمة الكريدت كيف يعني إنه بيحسبوها كأنه هو شغله تعبه، ما بعرف كيف ترجمها هاي. بما معنى يا أحبة ما ننهب حدا تعبه وتقدير له، لأنه إذا أنت مو تعبت في هالشغلة ما تقول هذه تعبك، عطي المجد للشخص اللي تعب، عطي الكرامة للي تعب. هذه سرقة، كمان سرقة بتصير. شوفوا هذه موجودة بالكتاب المقدس، بولس عم يحكي لنا القواعد اللي هو ركض فيها، القواعد اللي هو خدم فيها، القواعد اللي ساعدته بخدمته حتى يكون منتصر وينهي مزبوط. وبيقول بهاي القاعدة يا أحبة، شوف شو بيقول باثنين كورنثوس 10:15، بيقول شوفوا أنا هاي كتير مهمة، قال بيقول هوني أنا ما بحسب شيء يلي مو أنا اللي تعبت فيه، أنا مو الشيء يلي أنا ما حصلته أنا ما بعتبره إلي، يعني هذا شيء يلي ما أنا حصلته بجهدي وتعبت فيه أنا ما بحسبه لإلي. لهون الغيرة ما غيرة مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين. فهمناه، إذا أنا شيء عملته أنا أصلاً لازم أفتخر بالرب، بيقول من افتخر فليفتخر بالرب لأنه كله منه وبيه وله كل الأشياء له المجد. ندير بالنا يا أحبة بدل ما يكون منافسي كمؤمنين ومؤمنات بنشجع بعض بنرفع بعض بندعم بعض. شوف شو بعبرانيين شو بيقول، شوف شو بيقول بعبرانيين، بيقول شغلة كتير حلوة بعبراني 12، بيقول شددوا، أخذها من أشعياء، بيقول شددوا الأيادي المرتخية مسترخية، هاي الأيادي اللي هيك فارطة، قال شددوا قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. في بيناتنا أشخاص ضعاف، في أشخاص إيمانهم ضعيف ضميرهم ضعيف، في أشخاص ضعاف روحياً، في أشخاص مروا بتجربة صعبة ولساعتهم لهلأ متألمين وما عم يقدروا يسامحوا.
بكل محبة بكل حنان نساعدهم يتغلبوا على الضعف هذا ويقوموا على رجليهم، لأنه يا أحبة اللي رجليه ركبوا مخلعة وإيديه ضعاف ما رح يقدر يخدم الرب، ما رح يقدر يفرح بالحياة، ما رح يقدر يحقق الغرض يلي منه الرب خلقه ودعائله. أرجونا أرجوكم يا أحبة نشجع بعض ونساعد بعض حتى ما يكون فينا حدان يلي ركبوا مخلقعة وإيديه مرتخية وما عم يقدر يخدم الرب ويفرح بالرب ويشجع الباقين ويقوم بعمل الرب. كلنا محتاجين نركض هالسبا لأنه الناس متعذبة، الناس متألمة، ناس متألمة. نسامح بعض ونحمل أثقال بعض ونتحمل بعض ونشجع بعض. والكتاب بيقول المروي هو يروى. شجع بعض ونساعد بعض، هذه مهمة جدا يا أحبة. آخر شغلي، صاروا ستة هلا صحيح، ما هيك الحياة المتكرسة والمقدسة، ونتجنب الخطية وننزل لرئيس الإيمان ونروض نفس للتقوى وندير بالنا على حياة الشركة مع الرب والكلمة والصلاة. وبعدين شفنا أنه ندير بالنا أنه ما يكون في منافسة، يكون مع بعض نتعاون لمجد يسوع، لمجد يسوع. وبعدين بالأخير تعرفوا يا أحبة أصعب شيء بالسبق آخر كم لحظة آخر شيء بالسبق أصعب شيء، لأنه الواحد بيكون رح يفرط بيكون أصعب شيء دول آخر لحظة، وهنا بيبين اللي رابح من غير رابح بالأخير. مشان هيك الرب بيقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. أنا كتير بفتخر فيهم هدول يلي بيقول لك أنا ركضت الماراثون تبع بيتسبرغ وخلصت. تعرفوا مو مهم قديش ترتيبهم، بس أنا كتير بحترمهم إنه أنهوا الماراثون هذا الركض شيء كل شيء 39 كيلومتر أو شيء، في حدا غيري أكيد حافظ الرقم، بس هذا ركض كتير طويل بس بينهو. مشان هيك تعرفوا يا أحبة الرب يعطينا ننتهي مزبوط. ياما في أشخاص بلشوا مزبوط وكانوا مزبوط لكن ما انتهوا مزبوط. بولس بيقول أنا بدي دير بالي كتير وأحرص إنه بعد ما كرست الأخير للآخرين ما صير مرفوض. يعني مو مرفوض إنه ما يروح على السماء، لا خلينا نفهم مزبوط. بيقول مرفوض يعني خلص ما بيعود له حق يقوم بالخدمات هاي، ما عاد بيحل له حق، بيخسر الفرصة إنه يقدر يخدم ويستخدم روح الرب للبركة، وبيخسر المكافأة كمان، بيخسر المكافأة. أخيرا راح لكم شغلة حلوة أنهيلكم فيها هاي. واحدة من الأسباب اللي دعتني كمان أخذ التأمل، في واحد مدرب لفريق أمريكي بالجرين باي باكرز اسمه بالفوتبول، معليش نحن بدنا نحكي شو على الفوتبول يوم حكينا على القدم قبل شوي. هذا المدرب فينس لومباردي كان عظيم جدا لدرجة انه هو من افضل مدربين يلي بالتاريخ الأمريكي، يعني لدرجة انه في كأس اسمه لومباردي تروفي على اسمه بيعطوه لأحسن لعيب. هذا المدرب كان دائما اسيستد كوش، دائما يشتغل مساعد. بعدين في واحد بهذا بالجرين باي باكرز هيك انتبه انه هذا شكله كتير شاطر، اخذوا وحطوا رئيس الكوتش سنة 58، حطوا رئيس المدرب الرئيسي لهذا الفريق تبع الفوتبول بجرين باي، هذه بويسكونسن فوق بالمحطة المحل البرد هناك بويسكونسن جرين باي. هذا الفريق كان بالسنة الهديكة ربح مباراة واحدة وخسر يعني شي 15 مباراة، يعني آخر الشيء بكل أمريكا كان. قال هذا المدرب لومباردي عليه بيقولوا عنه شغلة حلوة، قال الربح مو كل شيء بس هو الشيء الوحيد الربح، يعني بمعنى إذا ما بتربح يعني كل الباقي على الفاضي. بس للأسف هو ما هيك قال، لما قال الواحد بيدرسها قال اللي قاله قال الربح مو كل شيء لكن إنك تبذل أعظم جهد هو كل شيء للربح. رجعت لكم إياها، الربح مو كل شيء لأنه الرب بيعرف مو موضوع إنه أنا أشطر منك وأنت أشطر مني، أنا وعظي أحلى منه وعظه أحلى منه. لا 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 أنا هيك وأنا هيك. لا 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 مو هيك، لا الأماني وبذل الجهد والإخلاص والاستمرار بالحياة مع الرب والشركة مع الرب والتوبة عن أي خطية والطهارة بالقلب، كل هذه هيك حياة السلام وحياة القداسة وحياة الأمانة والجهد. والجهد الرب بده يحاسب كل واحد على حسب تعبه وأمانته وجهده. على الجهد المضبوط هو هذا المهم للربح، المهم للربح هذا. هلا اليوم تعرفوا الشيء اللي بيشجعنا أنه لازم نصبر يا أحبة، لأنه الرب بيقول بكورنثوس بيقول عن طريق بولس بيقول شوف شو بيقول، قال 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 كونوا راسخين غير متزعزعين بكورنثوس الأولى 15،
المكثرين من عمل الرب كل حين، يعني اركضوا قد ما فيكم، اركضوا خدموا قد ما بتقدر بكل جهدك، وين ما بيصل لك فرصة بشر بيسوع، وين ما بيصل لك فرصة تعمل خير اعمل الخير، وين ما بيصل لك فرصة تشجع حدا شجع حدا، العالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يا أحبة، بتعرفوا في شخص عظيم كان اسمه موسى، هلأ هو بالسماء، موسى بالسماء. موسى كان عنده خيارين، بيقول بالعبرانيين 11، كان عنده خيارين. موسى بصغره أخدته بنت فرعون وتبنته وربته، وربته ترباية أمير، يعني تربى تربية ملكية مثل ما بيقولوا، بأحسن جامعات بالأيام، وتدريب عسكري وتدريب سياسي وكل شيء، يعني شو بيقولوا، يعني حضرته حتى يكون ولي العهد ويستلم محل فرعون. بس لما كبر صار قدامه قرار موسى. الكتاب المقدس بيقول موسى كان عنده خيارين، يا أما بيضلوا بموضوع الأمير ويصير ملك مصر فرعون ويتمتع بالخطية، لأنه مع هذا المركز بتجي إيش، لذات وملذات، أو أنه يختار طريق تاني. أنا قلت لكم كل الناس عم تركض، في ركض مع المسيح وللمسيح، وفي ركض ضد المسيح، أو أنه يركض مع يسوع المسيح، يختار عار المسيح، يختار اسم يسوع المسيح، يختار شعب يسوع المسيح، يختار خدمة يسوع المسيح، يختار العار اللي بيجي معه. العار يعني الإهانة والاضطهاد والضيق اللي بيجي، الألم. قال لما أجا يزينهم مع بعضهم البعض هيك، قال لا لا لا، هذا أن يكون ملك مصر، هذا تمتع وقتي بالخطية، هذا غنى وقتي، هذا كله رايح وزايل. بينما أنا إذا بتبع يسوع وبخدم يسوع وبعيش للمجد يسوع المسيح، هذا غنى أبدي، ملكوت أبدي، هذا مجد أبدي. فضل عار المسيح على كل خزائن مصر، قال لأنه كان ينظر إيش للمجازاة، في بالأخير مكافأة يا أحبة، وكل واحد سيوقف قدام كرسي المسيح لكي نعطي حساب عن نفسه، حساب عن نفسه. ما فيني أعطي حساب عن 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 غيري، بس أنا بدي حاسب عن نفسي. والرب بيقول يا أحبة بالرؤية بالأخير، أنا بقول هذا الكوتش لومباردي معه حق بهذه العبارة، إنه وينينج، الربح هو الشيء المهم جدا عند يسوع المسيح، إنه لازم نغلب. لأنه بسفر الرؤية 7 مرات لسبع كنائس بع هذه العبارة بعيدها يسوع، من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة. من يغلب، من تغلب، يعني الرب ما بده يانا نركض على الفاضي ولا نعيش على الفاضي ولا هيك حياة، بده يانا الرب نعيش إله، بده يانا الرب نخدمه، قل له يا رب وين خدمتي، ساعدني يا رب أخدمك بأماني، ساعدني يا رب اشتغل بأماني، ساعدني عيش إلك بطهارة بأداسة. من يغلب، وبعيدهم 7 مرات، بس روح على البيت عيدهم 7 رسائل وكل واحدة فيهم من يغلب. أحلى وعود وأحلى جوائز وأحلى مكافآت. أنا الصراحة أنا بريد أن يكون أمين للرب حتى يكون منتصر بالأخير ويكون غالب. هل عم تركض للمسيح؟ هل عم تركض للمسيح؟ ولا في أثقال وفي خطية وأنا لساعتني عم بركض مع العالم؟ ولا أنا خلاص مثل ما بتقول ترنيمي الحلوة، في ترنيمي حلمي للصغار بتقول صممت أني أتبع يسوع بلا رجوع بلا رجوع. خلينا نوقف ونصلي. هل رب كلمك بموضوع معين بزاوية معينة؟ هل صممت تتبع يسوع؟ صممت تتبع يسوع؟ هل تقول يا رب سامحني؟ هل اليوم يوم خلاص؟ يسوع مات من شانك، يسوع مات من شانك، يسوع بحبك، بحبك، يسوع حي، مكتوب بالكتاب أنه قادر أن يخلص إلى التمام جميع الذين يتقدمون به يعني بواسطة يسوع إلى الله، إذ هو حي في كل حين لكي يشفع فيهم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، بيقول يسوع. تعال نكرس حياتنا له اليوم ونركض معه، نركض ليسوع ولمجد يسوع، نركض لمجد اسمه ونعيش له ونكون أمنا. الناس محتاجين من يركض ويجاهد مع يسوع، ونكون ناظرين ليسوع ونمشي بخطوات يسوع ونكره الخطية. تعال الرب، صلي بقلبك، صلي بقلبك كيف الرب كلمك، كيف كلمك.
خلينا نقول نكون كلياتنا عم نجاهد ونخدم مع يسوع، نركض مع يسوع، ننظر لإله ونتعب كرمال اسمه. أشكرك يا سيد الرب لأجل كلمتك، كلمات قيلت بضعف يا رب، لكن أنت تأخذ هذه الكلمة في قلوبنا وتعمل فيها، تعمل في قلوبنا لي يا رب حياة مقدسة، حياة طاهرة، حياة فيها قوة روحية، حياة فيها خدمة وأمانة، لكي نركض بكل جهدنا وبكل إخلاص ولمجد اسمك يا رب، لمساعدة النفوس المتألمة. عزي عائلة أخونا منير وكن معهم، واذكر أخوتنا وأحبائنا في البلاد يا رب، إن كان في سوريا أو إن كان في العراق أو إن كان في فلسطين، أرجوك مراحمك على بلادنا لكي ترسل السلام وتوقف الحرب، وتعطي يا رب نعمة خاصة لأخوتنا وأخواتنا لكي توقف معهم وتساعدهم. ويا رب أرجوك تباركنا كي نكون يا رب في حسب إرادتك وبحسب مشيئتك. لك كل المجد باسم يسوع ولك كل الشكر، آمين. تفضل ارتاحوا يا أحبائي.